كلارا. صباح الخير حبيبتي. نورتينا. صباح النور. صرتي صبيه. تسلم. احنا وعينا عليك عم تغني صغيره. صحيح. وبعدك عم تغني. الحمد لله. طيب بما انه توني متذكرك هيك وان انت كمان وصغيره خبرينا كيف بلشتي وعم طفولتك. اول شيء بحب اوجه لكم تحيه لكم لبرنامجكم الكريم وبوجه تحيه لكل الشعب العربي والشعب الفلسطيني في الداخل وفي الشتات. انا ربيت بتفني الحمد لله. ابوي علمني على محبه الوطن محبه فلسطين القويه. فابوي من لما كنت صغيره هو بمرني من لما كان عمري 4 سنين. حاول انه يضل يمرني لحتى يخليني اقدم شيء لبلدي. فالحمد لله انا بشكره انه خلاني اصير بهذا المستوى. وكمان عملت اعمال خاصه وبعديها عملت اغنيه مع الاستاذ معين الشريف وبعديها مع معين مواضيع الصافي. نعم. فبحب اوجه له تحيه الاستاذ معين الشريف كمان. وكمان عملت اعمال في فلسطيني برفع راسي وفي انا وصغيري اغاني. فالحمد لله انا من لما كنت صغيره لهلا معلمه محبه الوطن وبغني للوطن. طبعا نشير الى ان والدك هو الملحن والكاتب والمغني. صحيح. استاذ مصطفى زمزم. كان مهم دعمه لك صح؟ وبعده معك خطوه بخطوه. هو الدعم الاساسي لي انا بشكره يعني. وانا لو ما هو انا ما كنت اصلا وصلت لهون وما قدرت اوصل صوتي لشعبي. فبشكره من كل قلبي طبعا. نعم. لارا قد ايه بتحسي انه في مسؤوليه كثير عليك خاصه فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه؟ هذا فيك تقولي واجب لانه احنا ما قادرين نعمل شيء. كل واحد قد ما قدر لازم يقدم لحتى يوصل رسالته. الحمد لله مثلا انا بوصل رسالتي بصوتي. انا عندي فلسطين اهم شيء بحياتي. نعم. ويعني عندي اياها كل شيء فيك تقولي. نعم. فقد ما فيني عم بقدم لها بصوتي لحتى تسمع رسالتي ولحتى احكي عن كل الشعب الفلسطيني وجعه واشتياقه لبلادنا. طبعا فلسطيني وبرفع راسي طبعا فينا نسمع. أكيد. جزء منه اثنيناتنا رح نرفع راسنا فيك يعني. فلسطيني وبرفع راسي وبفتخر انا وين ما كان. فلسطيني وشعب عنادو أقسى من حجر صوان. الشعب المارد فلسطيني والله الشاهد فلسطيني. الموت نحيا فلسطيني سجل واشهد يا زمان. فلسطيني بلون ترابة سماري ودمي مجبول. لو ملكون الدنيا يابا ما لو أرض بعرض وطول. منسى إني فلسطيني والهوي فلسطيني وأرض بلادي فلسطيني. سجل واشهد يا زمان. لارا غنيتي كمان لحنظلة هالشخصية هالطفل اللي صار شخصية عالمية فنية عالمية ورسمها ناجل علي المثير للجدل. طبعا بتعرفي بهمني انت غنيتي لما كنت طفلة وحنظلة طفل بشو كان يحيلك؟ حنظلة طبعا بصمة كتير كبيرة لإلنا كفلسطينية ولكل العالم العربي. بعني لي كتير وهو من اعلام فلسطين المرفرفة طبعا. وبفتخر بهالشيء وبفتخر فيه طبعا. ولهلا الحمد لله لهلا انا بطلع على رسوماته وبطلع على تاريخه العظيم. فهو بصمه ما بننساها. لارا شو عم بتحضري كرمال القدس؟ قلتي لي قبل شوي بالكواليس عم نحضر اغنيه للقدس ان شاء الله حتنزل قريبا فتره. نعم. مع صغيري يعني فتركت لكم اياها مفاجاه. طب ليه عن القدس هلا؟ عن القدس لانه مثل ما بتعرفوا شو صار هلا انه اعلنوا انه هي عاصمه اسرائيل. بس لا انا بدي اقول انه هي عاصمه فلسطين للابد. شاء من شاء وابى من ابى وعاصمه العالم العربي طبعا. وكل انسان مناضل بتعني القدس وهي عاصمتنا للابد. حلو. انت كمان غنيتي من كلمات الراحل محمود درويش. عبالي اسالكم اثنيناتكم هبة متحدثة باسم الفلسطينيين عبر صباح النور قدام هم محمود درويش للفلسطيني. أكيد مهم كتير وهو بصمة تاريخية عظيمة وأنا بفتخر فيه.
وضحك كثير كل مره القضيه، فبصمه تاريخيه عظيمه. كلماته رائعه. نعم. هبه. أنا ما بدي أضيف على كلامها، ما رح أضيف. أكيد هو بصمة كتير كبيرة بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة لكل العالم. وعن جد حتى إذا بتقرأ أشعاره لمحمود درويش وبتشوف المعاني اللي موجودة الواضحة واللي مش واضحة. نعم. كمان فيمكن هيك نحن فقدنا محمود درويش، بس إذا بترجع بتقرأ له بتحس كأنه عم يحكي عنا هلأ. طبعا. وبحس كمان يعني أي فلسطيني مناضل إذا خلى بفكره على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نعم. ما بيأس. طبعا. هو ما يستحق الحياه. طبعا. برافو. ما البدايات ومو النهايه. طيب استاذ وديع الصافي، غنيتي معه احكي لي يا جدي. صحيح. هي كلمات والحان والدك. صح. مصطفى زمزم. قد ايه استاذ وديع كان مؤمن بقضيه فلسطين؟ اول شيء رحمه الله عليه، هو ما بس بعني لي كفنان عالمي وفنان العالم كله بتحبه، هو جد، لانه قد أنا بحب مثلا وطني، هو خلى محبتي تزيد لأنه عنده محبة كتير قوية لفلسطين. طبعا بحب كل البلاد، فكانت أهم بصمة بحياتي، فكتير تأثرت بهاي الأغنية معه، وبوجه له الله يرحمه تحية كتير كبيرة نابعة من القلب. نعم. نعم. بدك تغني له يمكن؟ يلا يلا. دار يا داري يا دار، يا دار قولي لي يا دار، دار يا داري يا دار، يا دار قولي لي يا دار. راحوا فين حبيب الدار، فين 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 فين، قولي يا دار. ليليك كانت نور تسبح في ضي بحور، صبحت فضا مهجور مرسوم بكل جدار. ليليك كانت نور تسبح في ضي بحور، صبحت فضا مهجور مرسوم بكل جدار. راحوا فين حبيب الدار، فين 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 فين، قولي يا دار. يا عين. برافو. سارة، شو طموحك على صعيد العلم وعلى صعيد حتى عملك الفني؟ خبرينا. طبعا الاثنين شيء عظيم. انا بحب اني اتعلم، بحب اني اقد العمل الفني. نفس الاشي، لانه كمان الموسيقى بتطور من الانسان وبتعطي ثقافه وفن، فالاثنين مهمين. شيء مهم. بتفكري شيء بالاغاني الرومانسيه؟ هلا مش غلط يعني، بس طبعا بالعادات بغني طرب رومانسي، بس انا بالاساس حابه يكون لي كيان فلسطيني، بس انه اقدم لفلسطين، فهي هي. بس بالحب منكافح كمان. صح. بس بعد القضية ما في حب. قد ايه أثر والدك بمسيرتك، خاصة أنه مثل ما قلتي قبل شوي أنه هو كان كتير من المشجعين لإلك، ولكن ما كان في خوف؟ بتحسي دايما أنه الأب لما بيكون بالمجال الفني بفضل أنه أولاده يكونوا شوي بعاد؟ هلا مثل ما قلت لك، أبوي معلمنا محبة الوطن وبحبني أضل أقدم لبلدي. طبعا ما بنسى أن أشكر الأستاذ سائر الغضبان، الدكتور سائر الغضبان، لأنه هو كمان ساهم بأكترية أعمالي، وهو أبوي أسس مؤسستنا باليستا وساعدني كتير، فبوجه له كمان تحية كبيرة، وهو المؤسسة. طبعا أبوي بحب أنه ضل أقدم لفلسطين أكثر من أني أغني رومانسي وهالحكي. نعم. ذكرتي أنه كان لك تعامل مع الفنان معين الشريف. صحيح. وأنا بالنسبة لي من أحلى الأصوات اللبنانية معين الشريف، طبعاً من مدرسة الأستاذ وديع الصافي. أكيد. كيف كان تعاملك مع معين؟ وكمان معين إداي حاطت إمكانياته وطاقاته بخدمة القضية الفلسطينية. صحيح. بوجه له تحية كتير كبيرة. هو كان الأستاذ معين بصمة كمان كتير كبيرة إلي، وإلي الشرف إني أغني مع أستاذ كبير مثله وفنان كبير. عنده محبة كتير كتير قوية وبتشدك، يعني إذا بتقعد معه لحالك اللي ما بيحب مثلاً فلسطين بيصير بيحبها. عنده محبة كتير كتير قوية، يمكن أكتر من بعض الفلسطينيين،
فأنا كتير انبسطت لما اني تعاملت معه بهالأغنية، كان شرف كتير كبير إلي. نعم، هل كان بالجمال لبنان حضنة لارا فنيا؟ أكيد أكيد. نعم. صحيح. هناك كمان أغنية لإلك من كلمات زاهية وهبي الأستاذ زاهية. صحيح، كمان أخذ أغنية من كلمات الأستاذ الكبير زاهية وهبي، كمان بوجه له تحية كتير كبيرة. نعم، فيك تغني لنا شيء أنت عزوقك؟ طيب. أنا رح أغني أغنية للشباب الفلسطينيين المناضلين اللي عم بيستشهدوا قصة فلسطين. يما الشاب الأسمر ابن بلادي هاد، حامل البلاد شال أكتافه، فلسطيني مية مية نخو كل رجولي، نسر بيتحدى الآثار وعلى كتافه كوفية، فلسطيني مية مية نخو كل رجولية، نسر بيتحدى الآثار وعلى كتافه كوفية. تحية با تحية. يا عين. الأغاني الوطنية الفلسطينية بين الحزينة وبين يلي بتدعي للدبكة، صح؟ يعني كأن دعوة دائمة للثورة، ممنوع الخضوع مع شوية شجن. مع شوية شجن. نعم. يعني لارا، نحن كثير انبسطنا بوجودك معنا. بالأكثر حبيبي. وهيك بهالحضور اللي كثير حلو، بنتمنى لك كل التوفيق من قلبنا. حبيبي. وهلا توني شو؟